اهلا وسهلا فيكم وبكل اللي عم بيتابعنا. اليوم رح نعمل اكله كتير طيبه، رح نعتبرها اكله كمقبلات، اكيد ولادكم رح يحبوها كتير. رح نعمل اليوم فطر محشي بجبنه الموزاريلا. المقادير اللي بنحتاجها لاكله اليوم هو فطر كبير، جبنه موزاريلا، معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره ملح، كمان معلقه صغيره اوريغانو، بدنا بندورة كرزية وزيت الزيتون. ويلا نبلش سوا. أول شي رح نبلش بتنظيف الفطر. طبعا بالنسبة للكمية هي كمية يعني ترجع لاختياركم انتو على حسب عدد الأفراد يلي هنن رح ياكلوا. تقريبا فطرة واحدة أو تنتين هي كافية لشخص واحد. أول شي رح ننظف الفطر بهي الطريقة، نستخدم معلقة صغيرة لحتى تساعدنا. بلطف منحاول ننظفها لحتى ما تنكسر معنا الفطرة، نحاول انه نضل محافظين على شكلها. رح تطلع معنا الفطرة بهذا الشكل دائري ونظيف. رح نكمل نحنا بتنظيف باقي الفطر وبعدين رح نغسلهم ورح نكمل الطبخة سوا. وهلأ بعد ما نظفنا الفطر من جوا، غسلناه منيح من جوا ومن برا، وجبنا البندورة الكرزية وقطعناها بشكل نصفي. طبعا البندورة هي كمان الكمية اللي انتو بتحتاجوها، هذا الشي بيعتمد على عدد الفطرات اللي رح تعملوهن. فهلأ بعد ما غسلنا الفطر وقطعنا البندورة رح نكمل بقى بحشي الفطر. هلأ رح نبلش ندهن الفطر من ورا بزيت الزيتون بشكل منيح لحتى ما يلزق بالصينية ولحتى يعطي طعمة طيبة. ما رح ندهنه كتير، شوي بس. رح نعمل هيك مع كل الفطرات. بعد ما ندهنهم كلهم بزيت الزيتون رح نرش رشة فلفل ورشة ملح. هلأ نحن جاهزين لحتى نحط الجبنة بالفطر، رح نقلبها ورح نبلش بتقطيع الجبنة. هلأ رح نحط الجبنة بشكل متساوي بقلب الفطر، نحاول انه نحن يعني نقطع الجبنة على حسب قياس الفطرة يلي رح نستخدمها. بهي الأثناء نحن شغلنا الفرن بدرجة 350 فهرنهايت لحتى يسخن شوي عبين ما نخلص حشي الفطر. هلا رح نحط البندورة. قد ما بتكون تحطوا بندورة تنتين ثلاثة بالفطرة بتطلع شكلها حلو.
مقبلات سهلة ما بتاخد وقت كتير وشكلها كتير حلو، خاصة إذا عاملين عزيمة. خيار سهل وطيب كمان بنفس الوقت. هلا آخر شي رح نحط شوية أوريغانو، هو بس إنه يعطي شكل حلو لون خضار فوق الفطر والجبنة، وكمان بيعطي طعمة طيبة. هيك صار عنا شكل حلو كتير. رح هلأ نكمل باقي الفطرات ورح نحطهم سوا بقلب الفرن. صار الفرن سخن منيح وحطيناه هون بقلب الفرن، رح نتركه لمدة 8 دقايق ونرجع منشوف النتيجة سوا. وهلأ تقريبا بعد ما حطينا الفطر من 8 دقايق لعشر دقايق خلص وطلع معنا بهي النتيجة وصار جاهز للتقديم. بتمنى تكونوا حبيتوا هي الوصفة السهلة والطيبة كمان بنفس الوقت. ما تنسوا تتابعونا بالحلقة الجاية، ولا تنسوا كمان تعملوا لايك شير سبسكرايب لحتى يوصلكم كل شي جديد. وباي.